السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الهارت فيلير، وهنتكلم تحديدا عن الرايت سايد هارت فيلير وإيه الأسباب بتاعته. أول نقطة معايا هي المصل ديزيز. هناخد سيكشن من الوول بتاع الرايت سايد ونحلله. العضلة اللي بره اسمها بريكارديوم، العضلة اللي جوه خالص اسمها إندوكارديوم، العضلة اللي ما بينهم اسمها مايوكارديوم. طيب ايه الامراض اللي ممكن تصيب اي عضلة فيهم وتعمل لي رايت سايد هارت فيلير؟ اول حاجة هي الالتهاب، يبقى عنده مايوكاردايتس بافتراض ان المرض اصاب العضلة اللي في النص. تاني حاجة معايا هي الكارديو مايوباسي اعتلال. ثالث حاجة هي المايوكارديال انفاركشن، العضلة ماتت خالص. يبقى ثلاث حاجات، يا اما التهاب مايوكاردايتس، يا اما اعتلال كارديوميوباسي، يا اما العضلة ماتت خالص يعني مايوكارديال انفاركشن. ندخل في النقطة اللي بعد كده هي البريلود. يعني ايه بريلود الاول؟ يعني الدم يا اما لسه رايح على القلب يا اما دخل ولسه ما طلعش. طيب لسه رايح على القلب يعني هايبر دايناميك سيركيوليشن، افراط في الحركه بتاعت الدم، وبالتالي ده بيلود على القلب ويخليه يشتغل اسرع. طيب دخل ولسه ما طلعش، يا اما عندي بالمونري ريجيرش يا عندي ترايكاسبيد ريجيرش. والريجيرش طبعا بيرجع الدم لورا وعند الصمام مفوت، فبالتالي ده يعاكس شغل القلب. بعد كده عندي الاسباب اللي هي بوست لود. يعني ايه بوست لود؟ يعني الدم خلاص طالع في البلمونري. ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهه؟ لو انا عندي بلمونري ستينوزس، لو انا عندي بلمونري امبوليزم، لو انا عندي بلمونري هايبرتنشن، يبقى ثلاث حاجات. يبقى بلمونري ستينوزس يا هايبرتنشن يا امبوليزم. انت عارف ايه الفرق الوحيد في كل الاسباب سواء كانت مصل ديزيز او بريلود او بوست لود؟ هي كلمة امبوليزم في البوست لود. ازاي؟ في الاسباب البوست لود في الليفت سايد انا كنت بقول ايه؟ عندي اورتيك ستينوزس، عندي كو اركيتيشن اوف اورتا، عندي هايبرتنشن. اما باقي الاسباب كلها هي هي. يبقى الحاجة الوحيدة هي الامبوليزم. وما هي الامبوليزم؟ هي جلطة تكونت في مكان ثم راحت ورشقت في البلمونري. بعد كده عايز اطلع من كل الاسباب اللي انا قلتها دي باكتر سبب يعمل لي رايت سايد هارت فيلير، الا وهو الليفت سايد هارت فيلير. واحدة يقول لي ازاي؟ دلوقتي القلب كله كتلة عضلية واحدة بتشتغل سوا، لو عندي الليفت سايد باظ اكيد الرايت سايد مش هيقدر يشتغل من غيره. بعد كده هندخل على الكلينيكال بيكتشر. ما تقراش حاجه، تعال نرجع للرسمه بتاعتك. دلوقتي انا عندي رايت سايد كله فاليور، مبقاش قادر يستوعب اي دم تاني، فالدم عمال يرجع، يرجع لور مش مشكلتي، يرجع ابر مش مشكلتي. مشكلتي الحقيقيه ان هو عمال يرد في الجسم كله وعامل لي كونجيشن، يبقى مانيفستيشنز اوف سيستميك كونجيشن. وما هي اعراض السيستميك كونجيشن؟ اول حاجه معايا هي الانسومنيا، يعني ارق. الراجل عنده سيستميك كونجيشن هيعرف ينام ازاي؟ تاني حاجه هي السويتنج، عرق غزير مع اقل مجهود ديو تو سمباثيتك اكتيفيشن. تالت حاجه معايا هي الكونجستد نيك فين، هلاقي النيك فين عنده منفوخ كده ومليان دم لان الدم عمال يرد فيه. رابع حاجه هي الاديمه، دلوقتي الدم لما يرشح في أي مكان في الجسم يبقى اسمه إديمة، ما عدا البطن يبقى اسمها أسايتس، يبقى إديمة وأسايتس. بعد كده عندي شوية مانيفستيشنز بالنسبة للليفر، هلاقيه عامل إزاي؟ هلاقيه متضخم اللارج وسوفت طري وتندر. طيب انلارجت عشان من كتر الكونجيشن، سوفت طري من كتر الدم اللي فيه، تندر بيوجع ليه؟ لان انا عمال اشد فيه عشان يملى اكتر، عمال اضغط على الكبسول اللي بره. بعد كده عندي شويه مانيفستيشنز بالنسبه للجي اي تي، زي ايه؟ زي الديسبيبسيا اللي هي مال ابزوربشن، ما
وحاجة مهمة جدا اسمها كاردياك كاشيكسيا. وما هي الكاردياك كاشيكسيا؟ هي ان الجسم الوزن بتاعه يقل النص في فترة زمنية قليلة جدا. بعد كده اخر حاجة معايا هي اللونج، هيحصل عندي باليورال افيوجن من كتر الكونجيشن. يبقى المانيفستيشنز بتاعت سيستميك كونديشن ايه؟ انسومنيا، سويتنج، كونجستد نيك فين، اديما، شويه مانيفستيشنز بالنسبه للليفر، شويه مانيفستيشنز بالنسبه للجويتي، شويه مانيفستيشنز بالنسبه لللنج. وما ننساش الدم لما بيرشح في اي مكان يبقى اسمه اديما، ما عدا البطن اسمها اسايتس. بعد كده هنتكلم عن الكاردياك ساينس، الحاجات اللي انا هلاحظها. اول حاجه معايا هيبقى عند رايت فينتريكل انلارجمنت. ليه؟ عشان يقدر يستوعب كميه الدم الموجوده دي، يبقى رايت فينتريكل انلارجمنت. تاني حاجه هي التاكي كارديا، القلب بيحاول يسرع نفسه عشان يقدر يحل المشكله دي، يبقى تاكي كارديا. هلاقي صوت جالوب، صوت جريه الحصان، هلاقيها فين؟ اوفر ترايكاسبيد اريا، علشان حصل عندي هارت فيلير والاسباب والاصوات دخلت في بعض. بعد كده هنتكلم عن الانفستيجيشنز بتاعتي اللي هتكون ثابته معايا طوال فرع الكارديولوجي. زي ايه؟ زي الاي سي جي، ايكو ده اهم حاجه، كاسيتر القسطره، الاكس راي. اللي يهمني في ده كله هو الايكو. طيب بالنسبة للاي سي جي بتبين ايه؟ لو عندي ام اي هتبينها. طيب بالنسبة للقسطرة لو عندي اي انلارجمنت هيبان. بالنسبة للاكس راي عندي كونجيشن انلارجمنت هيبان برضو. طيب بالنسبة للايكو هو اهم حاجة ليه؟ لان اي مشكلة في القلب بتبان، بالاضافه ان هو بيبين لي حاجه اسمها ايجكشن فراكشن. طيب ايه هو الايجكشن فراكشن؟ ده تحليل بيشوف لي كفاءه القلب عن طريق ان هو يقيس النسبه ما بين الدم اللي دخل والدم اللي القلب ضخه. حلو كده؟ حلو. يبقى ده تحليل مهم جدا. في تحليل انا عايز اضيفه وهنسميه باسمنا. ايه هو التحليل ده؟ هو تحليل انزيمات. انزيمات ايه؟ اي ان بي اللي هيطلع من الاتريوم والبي ان بي. طب ايه الانزيمات دي؟ انزيم الاي ان بي بيطلع من الاتريوم لما يكون في شد وفي لود كبير عليه، الدم عمال يضغط على العضلات عندي فيطلع الاي ان بي. بالنسبه للبي ان بي فيطلع من الفنتريكل لما الاقي في شد ولود كبير. طب هما الاثنين بيعملوا ايه؟ بيعملوا فازو دايلاتيشن وبيزودوا الصوديوم اكسكريشن، وبالتالي يقللوا اللود اللي على القلب. بعد كده في شويه ريفلكسات القلب بيعملها لما بيبقى عندي هارت فيلير او عندي مشكله، محاوله منه ان هو يحاول يصلح الدنيا دي. ايه هي الريفلكسات دي؟ اول حاجه معايا القلب بيسرع نفسه، ريفلكس تاكيكارديا. تاني حاجه القلب بيوسع نفسه، بيحصل فينتريكل دايلاتيشن. تالت حاجه القلب بيطلع له عضلات، فينتريكل هايبرتروفي. رابع حاجه القلب بيعيد توزيع الدم، مجهوده مش جايب غير ان هو يدي نفسه ويدي المخ، يبقى ريديستريبيوشن اوف بلاد فلو. خامس حاجه ان بيحصل اكتيفيشن للرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، وهنشرحها على الرسمه اللي معانا. بعد كده بيطلع منه انزيمات الـ ANB والـ BNB اللي انا شرحتها لك. طيب ايه هو موضوع الـ Activation of Renin Angiotensin Aldosterone System؟ دلوقتي الدم اللي رايح للكلية قليل، الكلية تعمل ايه؟ تطلع للرينين. الرينين ينده على صاحبه، مين هو الـ Angiotensinogen؟ ده يطلع منين؟ من الليفر. طيب الاثنين يتحدوا مع بعض يبقى انجيوتنسين 1. اللنج واقفه تتفرج عليهم من فوق وحبه تشالت، تطلع لي حاجه اسمها انجيوتنسين كونفرتنج انزيم.
ده يعمل ايه؟ يحول الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. طيب وظيفة الانجيوتنسين 2 ايه؟ يجري على السوبرارينال بلاند، يحفزها لي انها تطلع الالدوستيرون اللي بدوره هيزود الهارت ريت والكونتراكتيليتي. تاني النقطة دي، دلوقتي الدم اللي رايح للكلية قليل، تتصرف ازاي؟ تطلع حاجة اسمها الرينين. الرينين ينده على مين؟ على الانجيوتنسينوجين اللي هيطلع من الليفر. الاثنين يتحدوا مع بعض يبقوا انجيوتنسين 1. اللنج واقفة تتفرج من بعيد وحابة تشارك، تطلع حاجة اسمها انجيوتنسين كونفرتنج انزايم، يحول انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. انجيوتنسين 2 وظيفته ايه؟ يجري على السوبرارينال جلاند، يحفزها انها تطلع الالدوستيرون اللي يزود الهارت ريت والكونتراكتيليتي. يبقى تاني مراجعه سريعه كده، احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الرايت سايد هارت فيلير والاسباب بتاعته، وقلنا ان الفرق الوحيد ما بين الاسباب بتاع الرايت سايد وبتاعت الليفت سايد هي الامبوليزم في الاسباب البوسترود. وقلنا ذا موست كومن كوز اوف رايت سايد هارت فيلير هو الليفت سايد هارت فيلير، علشان القلب كله كتله عضليه واحده بتشتغل مع بعض، نصها باظ يبقى النص التاني مش هيقدر يشتغل. بعد كده اتكلمنا عن الكلينيكال بيكتشر واستنتجناها وطلعت مانيفيستيشنز اوف سيستميك كونجيشن. بعد كده اتكلمنا عن الكاردياك ساينس، محاولات القلب ان هو يحل المشكله. بعد كده اتكلمنا عن الانفستيجيشنز بتاعتنا الاي سي جي والايكو والكاستر والاكس راي، وان اهم حاجه هي الايكو عشان بيبين لي حاجه اسمها ايجكشن فراكشن. بعد كده اتكلمنا عن الرفلكسات الطبيعية اللي القلب بيحاول يعملها علشان يحل المشكلة. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.